نافذة على التاريخ، يكتبها يوسف عساف ويخرجها خالد المفيدي. في مساء يوم الجمعة السادس عشر من شهر ديسمبر عام 1911 في منطقة ويستاند في لندن، رأى شرطي الدورية ريتشارد وزميله والتر رجلا متقدما في السن يشير إليهما بالوقوف، وبدلا من الوقوف أسرعا إليه ليعرفا منه سبب خروجه عند منتصف الليل في هذا الجو البارد. ما بك يا سيد؟ ما الذي أخرجك في هذا البرد؟ جورج، اسمي جورج. حسنا يا سيد جورج، كان عليك أن تبقى في المنزل وألا تخرج لأي سبب، فالبرد شديد وقد يصيبك بالمرض. ما بكما؟ هل ستقبضاني علي لأنني خرجت من منزلي وذلك لمساعدة جاري؟ لا لا، هدأ هدأ من روعك يا سيدي، لا تغضب، لقد خشينا عليك من شدة البرد. هل قلت شيئا عن مساعدة جارك؟ ويلي، نعم، إنه جاري ويلي. هل قلت إنه بحاجة لمساعدة؟ نعم نعم، أنت قلت إنك خرجت من المنزل لأنك تريد أن تساعد جارك، وقلت إن اسمه ويلي. نعم نعم، هذا هو اسمه ويلي. حسنا، ما به ويلي؟ هل هو بخير؟ ويلي، نعم نعم، إنه بخير. لكنك قلت إنه بحاجة للمساعدة، فهل حدث له شيء؟ هل وقع على الأرض أو أصيب مثلا؟ لا 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 لا، لم يحدث له شيء ولم يقع على الأرض، لكنه سمع أصوات. سمع ماذا؟ لا أخفي عليكما، إنه كثيرا ما يدعي إنه يسمع أصواتا، فهو يعيش وحيدا ويشعر بالملل. لماذا يعيش وحيدا؟ لماذا؟ أين زوجته؟ زوجته، ألم أخبركما أنها ماتت؟ نعم ماتت، وتركته وحيدا، لذلك يتوهم أحيانا أنه يسمع أصواتا. وما هي الأصوات التي يسمعها؟ هل يسمع صوت زوجته؟ اسمعا، سأخبركما. كنت نائما عندما أيقظتني زوجتي لأنها سمعت دقا على الباب. يا إلهي، جورج يا جورج، استيقظ استيقظ يا جورج. ما بك ما بك، لماذا توقظينني؟ أحدهم يدق على الباب. من ذلك الأحمق الذي يدق الباب في مثل هذه الساعة؟ كم الساعة الآن؟ 11:30. الحادية عشرة والنصف، إنه منتصف الليل. من الذي توقف عن دق الباب؟ أنا قادم. حسنا، ما الأمر؟ ماذا تريد؟ من أنت؟ ويلي، هذا أنت؟ نعم نعم، إنه أنا ويلي. ادخل ادخل يا ويلي، ادخل، الجو بارد في الخارج وأنت. لا لا لا، لن أدخل، تعال معي.
آتي معك إلى أين؟ إلى حجرتي. لماذا تريد مني أن أذهب إلى حجرتك؟ لأنني أسمع أصواتا لا تريد أن تتوقف. تسمع أصواتا لا تريد أن تتوقف؟ هل صوت زوجتك من ضمن هذه الأصوات التي لا تريد أن تتوقف؟ صوت زوجتي ليس من ضمن هذه الأصوات التي لا تريد أن تتوقف، لأنها أصوات الدق. أصوات ماذا؟ أصوات دق، قلت لك أصوات دق، كأن أحدا ينقب في الحائط لإزالة الطوب من مكانه. ومن هذا الذي يزيل الطوب من مكانه في هذا الوقت من الليل ولماذا؟ لا أدري من هو ولماذا. تعال معي لتتأكد بنفسك. تعال. حسنا سأذهب معك يا ولي. دعني أضع شيئا على كتفي من البر. أنا لا أثق بك يا جورج، لا أثق بك. أدعو زوجتك لتأتي معك. ولماذا أدعوها؟ إنها نائمة. لا، إنها ليست نائمة، لقد سمعت صوتها وهي توقظك. قل لها لتأتي معك. ما كل هذه الضجة يا ولي؟ ألا تعرف أننا في منتصف الليل؟ أعرف أننا في منتصف الليل. هيا تعالي مع زوجك لتسمعي صوت الدق على حائط حجرتي حتى لا يتهمني زوجك بأنني أتوهم. تعالي. ضع هذا على كتفيك ولنذهب معه قبل أن يحدث له شيء. لا تصدر أي صوت، انستا لتسمع. لا أسمع شيئا يا ولي. وأيضا أنا لا أسمع شيئا. انستا. هل تسمعان ما أسمع؟ نعم إني أسمع. وأنا أيضا أسمع. إن الدق على الحائط المجاور وليس على حائطي. وماذا يوجد خلف الحائط المجاور؟ محل السيد هارس. هارس الصائغ صاحب محلات المجوهرات. أخفضي صوتك. نعم إنه محل المجوهرات. يخيل إلي أن هناك من ينقب الحائط ليصل إلى محل الصائغ لسرقته. وهذا ما خطر ببالي أيضا، إنها عملية سرقة دون شك. اسمع، سأخرج إلى الشارع بحثا عن شرطي. تخرج في مثل هذا الوقت؟ نعم أخرج في مثل هذا الوقت، ابقيا هنا إلى أن أعود. هذه هي الحكاية أيها الشرطيان، فهل ستأتيان معي لتتأكدا إن كانت هناك سرقة أم لا؟ بالطبع سنأتي معك. لا 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 يمكن أن يذهب كلانا. لماذا؟ إنها الأوامر، أحدنا يجب أن يبقى في الشارع. ابقى أنت وسأذهب أنا. بل ابقى أنت وسأذهب أنا. لا تتشاجرا، اذهبا أنتما وسأبقى أنا. في الوقت الذي كان فيه الشرطيان يتبادلان حديثهما المرح مع العجوز جورج، كانت تجري أحداث غريبة في المنزل الذي يقع خلف محل المجوهرات. كانت مجموعة من الرجال يتعاونون على فتح ثغرة في حائط الحجرة وإزالة الطابوق الذي يفصلها عن حجرة البيت الملاصق. يا إلهي، بهذه الطريقة لن نتمكن من فتح الثغرة قبل الفجر. علينا أن نكون حريصين حتى لا يسمعنا أحد. لا أحد سوف يسمعنا، لأنني استأجرت المنزلين لمدة شهر، والمنزل الفاصل بينهما فارغ منذ مدة. هذا لا يمنع أن نكون حريصين حتى لا نقع في الخطأ
الذي وقع فيه أصدقاؤنا في توتنهام السنة الماضية. وماذا حدث في توتنهام السنة الماضية؟ كيف لا تعرفين وقد تابعت الصحف نشر الحادثة لعدة أسابيع؟ أنا لا أعرف لأنني لا أقرأ الصحف لعدم إجادة اللغة الإنجليزية. لقد نسيت أنك لا تجيدين اللغة الإنجليزية. أعذريني. لا داعي للاعتذار، وأخبرها عن الحادثة لتكون على علم بالتضحيات التي نقوم بها من أجل القضية. إنه يقول هذا لأنه فقد ابنه قبل مغادرته روسيا، لذلك يطلق على ما نقوم به القضية. هل السرقة مباحة من أجل القضية؟ هذه ليست سرقة. كيف؟ قل لي كيف؟ كيف ليست سرقة ونحن نقوم بإزالة طوب الحائط الذي يفصلنا عن محل المجوهرات لنسرق خزنته؟ إن لم تكن هذه سرقة فما هي إذن؟ إنها عملية تحصيل. لم أفهم ماذا تعني بعملية تحصيل. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين انتشرت في أوروبا المنظمات الفوضوية التي كانت تهدف إلى إسقاط الدولة بإلغاء السلطات وتعميم الملكية الجماعية. لقد تعرضنا جميعا لظلم وعسف الشرطة السرية للقيصر في روسيا. قتلوا أهلنا وطاردونا إلى أن امتلأت السجون، مما دفع شعبنا للهرب والتشتت في البلاد الأوروبية. وجئنا نحن إلى إنجلترا حيث نعيش في وايت شابل، أفقر منطقة في لندن وأكثرها اكتظاظا بالسكان. لم نجد عملا نكسب به قوتنا وقوت أولادنا لأنهم لم يثقوا بنا، فماذا كان علينا أن نفعل؟ نسرقهم؟ لا، لكن ما دام أنهم لا يساعدوننا ولا يعطوننا فلنساعد أنفسنا بأنفسنا ولنأخذ منهم ما رفضوا أن يمنحونا إياه. لكنها تبقى سرقة، فصاحب محل المجوهرات من جماعتنا وأحد الهاربين مثلنا، لكننا مع هذا نسرقه. أليكس على حق يا لونا، إننا لا نسرقه ولكننا نأخذ ما رفض أن يمنحنا إياه. إنه رجل بخيل ولا يؤمن بالقضية كما نؤمن بها. لنترك كل هذا الآن ولنعود إلى ما أطلقتم عليه اسم حادثة توتنهام. في وقت آخر يا لونا، في وقت آخر. أجل، سيمون على حق، لننتهي من عملنا هنا قبل طلوع النهار. كانوا جميعا من المهاجرين، لم يكونوا متعلمين ولا أصحاب حرف، مما دفعهم إلى حياة الجريمة بما فيها من سرقة ونصب واحتيال والقتل عند الضرورة. وفي 23 من شهر يناير عام 1909 تربص اثنان بسيارة نقل أجور العمال في مصنع للمطاط. هل أنت متأكد أن السيارة تحمل الأجور اليوم؟ بالطبع متأكد، فأنا أعرف السائق جو الذي يقود السيارة. وهل ينقل المال دون حراسة؟ يرافقه صبي في 18 من عمره اسمه رايلي، وهو الذي يحمل الحقيبة وينزل بها من السيارة عند وصولها إلى باب المصنع. عند نزوله من السيارة حاملا الحقيبة سوف أهاجمه وأخذها منه، بينما أنت تهاجم السائق وتمنعه من الحركة. نعم، هذه هي الخطة، علينا الالتزام بها وأن لا نلفت الأنظار، إنها عملية سهلة. ماذا لو قاوم الصبي رافضا التخلي عن الحقيبة؟ إنه صبي، سوف يشعر بالخوف ويرمي إليك بالحقيبة فور رؤيته المسدس الذي ستشهره في وجهه. لكن
إياك أن تطلق النار. لا نريد أن نتهم بجريمة قتل. انتبه انتبه، لقد وصلت السيارة. في الساعة العاشرة والنصف وقفت السيارة أمام باب المصنع، ونزل منها الصبي الرايلي حاملا الحقيبة ليفتح البوابة لتدخل السيارة إلى ساحة المصنع. اترك الحقيبة يا ولد، اتركها هيا هيا بسرعة. من أنت وماذا تريد؟ الحقيبة، اتركها اتركها وإلا. لا 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 أستطيع تركها، إنها مربوطة بسلسلة. المفتاح، أين المفتاح؟ صدقني صدقني، لا يوجد معي مفتاح، إنه مع أمين صندوق. ما الأمر يا جيكوب؟ لماذا لا تأخذ الحقيبة؟ إنها مربوطة بسلسلة بيده ولا يحمل المفتاح. أطلق النار على السلسلة، أطلق النار. لا 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 لا، ها؟ ما هذا؟ إنهم يهاجمون رايلي. لا تخف يا رايلي، أنا قادم، لا تخف. اللعنة اللعنة. أرجوك يا سيدي، لقد قطعت السلسلة، امنع السائق من الوصول إلي. هيا أنت، سوف أمنعه من ملاحقتك. اهرب، سوف نلتقي في المكان المتفق عليه. هيا هيا. توقف يا جو، توقف، لا تجبرني على إطلاق النار. توقف. أنت بخير يا رايلي، هل أنت بخير؟ توقف. أنا بخير، لكنه أخذ الحقيبة. سارق سارق. ابقى حيث أنت. من أنت أيها الوقت؟ لماذا تسرق أجور العمال؟ من أنت؟ لا أريد أن أؤذيك يا جو، لا تلحق بي، لا تلحق بي يا جو. لقد أصبتني أيها الوقت، لقد حذرتك. سمع الشرطيان صوت إطلاق الرصاص كما سمعه بعض المرة، فأسرعوا إلى مكان الحادث لاستكشاف ما حدث. هل أنت بخير يا جو؟ يبدو يبدو أنني أصبت، سأكون بخير. لقد سرقا حقيبة الأجور، الحقا بهما قبل أن يبتعدا. الحقا، حسنا الحق بهما يا نومان، وسأذهب أنا لإحضار سيارة إسعاف. هيا. اهرب اهرب يا حري، اهرب واتركني. لن اتركك، سنبقى معا ونهرب معا. يبدو انني اصبت، لن اقدر على المتابعة. خذ خذ الحقيبة واذهب. كيف اصبت ورجال الشرطة لا يحملون أسلحة نارية؟ كيف؟ لابد وان احد الاهالي هو من اطلق النار. لا تجادل، خذ الحقيبة واهرب. لا لن أتركك، سوف أحملك لن تقدر على حملي، سنموت معا. خذ الحقيبة، أنت تعرف لمن ستعطيها، إنه بانتظارك. هيا اترك الحقيبة قرب شجرة السنديان وتابع الهرب. اذهب يا هاري، اذهب اذهب بحق السماء، اذهب. إن ابتعد هاري بضعة أمتار حتى أطلق جاكوب النار على نفسه ومات على الفور. ووصل هاري إلى شجرة السنديان، ترك الحقيبة قربها دون أن يلتفت، وتابع الجري إلى كوخ صغير حيث تعيش فيه امرأة مع أطفالها الصغار. هلا يوجد أحد في الداخل؟ لا يوجد أحد سوى أطفالي. أطفالك؟ كم عددهم؟ ثلاثة، ابنتان وصبي. إذا أردت أن يعيشوا فالزم الصمت. هل فهمت؟ الزم الصمت. أنا امرأة فقيرة، لا يوجد عندي ما تسرقه. أترك أطفالي، أتوسل إليه. لن أؤذي أطفالك، أنا هارب من الشرطة، لن أؤذيك. أريد أن
أن أرتاح قليلا. بعد أن اطمأن الشرطي تايلر على السائق جو ومساعدة الصبي رايلي، أسرع بعربة يجرها حصان للانضمام إلى المطاردين الذين يلاحقون اللصين، وعرف بموت أحدهما وانضم لزميله وبقية المطاردين في حصارهم للكوخ الذي اختبأ فيه. أي أنت، لقد مات زميلك، أنت محاصر، لا فائدة من المقاومة، استسلم، اخرج ويداك مرفوعتان فوق رأسك، لا فائدة من المقاومة. لا تكن أحمق أيها الشرطي، فنحن لا نستسلم للسلطات المستبدة، تعالوا وخذوني إن استطعتم. هل ستتمكن الشرطة من القبض على اللص واسترداد الأموال المسروقة؟ لا داعي للعناد، لا تستطيع الهرب، سلم نفسك. لا تحاول الدخول أيها الشرطي، سوف أقتل الأطفال إن حاولتم الدخول. أطفالي؟ سوف يقتل أطفالي؟ لا، لا تؤذي أطفالي، أتوسل إليك، أتوسل إليك أطفالي. أبعدوها من هنا، أبعدوها. سيكون أطفالك بخير، لن يؤذيهم. تعالي تعالي أرجوك لنقف بعيدا ونترك الضابط يتصرف من أجل أطفالك، أرجوك تعالي معي. هاي أنت، أعلم أنك لن تؤذي الأطفال، فأنت رجل صالح، سلم نفسك. ساد الهدوء بعد سماع صوت الرصاصة عندما كرر الشرطي النداء عليه بتسليم نفسه، لم يرد عليه. ماذا حدث؟ لماذا لا يرد؟ لا أدري. هل تظن أنه قد آذى أحد الأطفال؟ لا أظن، فهو في النهاية رجل، لن تطاوعه نفسه على قتل طفل. لكنه حاول قتل الصبي رايلي، كان عراكا وأراد تخليص الحقيبة منه، لا يوجد أحد له روح إنسانية يتجرأ على قتل طفل. فما هذا الهدوء إذن؟ سوف أدخل المنزل. أرجوك يا تايلر، إنها مخاطرة وأنت لا تحمل سلاحا. لقد استعرت هذا المسدس من أحد الأهالي، مع أني لا أعرف كيف أستعمله، لكنني سأحاول. لا تدع الأهالي يقتربون من المنزل من أجل سلامتهم، سأذهب. تسلل الشرطي تايلر ودفع الباب الذي لم يكن مغلقا بالمفتاح لينظر إلى الداخل، وأطال نظره في أرجاء الغرفة ليرى اللص ممددا على الأرض والدماء تسيل من رأسه. لقد أطلق النار على نفسه ومات بدلا من الاستسلام. هذا ما حدث يا سيدي رئيس الشرطة، الكل سمعني وأنا أطلب منه أن يخرج رافعا يديه فوق رأسه، لكنه قتل نفسه بدلا من أن يستسلم. إنهما ليس بريطانيين، لم يتعرف عليهما أحد، لم نجد في جيوبهما أي أوراق ثبوتية، لذلك لا نعرف عنهما شيئا. سيدي، الرجل الذي كان في الكوخ ليس بريطانيا. ما الذي يجعلك تقول ذلك؟ لأنه لم يكن يتكلم الإنجليزية بشكل جيد، ولكنته تدل على أنه روسي. لقد خطر هذا ببالي، وإن كان هذا صحيحا فلا بد وأن له علاقة بالنادي الاجتماعي في شارع سيدني. أي ناد اجتماعي؟ إنه ناد أنشأه المهاجرون من أصل روسي بحجة تقوية الأواصر بين أفراد الجالية
ليبقوا على تواصل فيما بينهم. ولماذا لم يوضع تحت المراقبة؟ إنه تحت المراقبة منذ مدة، لكن لم يلاحظ عليه أي نشاط يثير الريبة، مع أن أكثر مرتاديه من الذين هربوا من الشرطة السرية للقيصر. لقد أثارت هذه الحادثة استياء شديدا في القصر الملكي، وأمر الملك بالتحقيق لمعرفة من يقف وراء هذه المؤامرة. لقد تسببت الحادثة بإثارة الخلاف في مجلس العموم البريطاني حول تجديد قوانين الهجرة والحد منها. لقد اختفت حقيبة الرواتب التي سرقها اللصان، وحيث إنها لم تكن معهما عند العثور عليهما ميتين، فهذا يعني أن لهما شركاء أخذوا الحقيبة في مكان ما دون أن يراهم أحد. لذلك علينا متابعة التحقيق لكشف ملابسات القضية وأبعادها. إنها أوامر الملك ووزير الداخلية. استمرت الواقعة أكثر من ساعتين، وغطت المطاردة مسافة 6 أميال. أطلق فيها اللصان أكثر من 400 طلقة، أوقعت قتيلين وأكثر من 20 جريحا، من بينهم 7 من رجال الشرطة. هل توصلتما إلى قرار من سيذهب ومن سيبقى؟ نعم نعم أيها الرجل الطيب، لقد توصلنا. وما هو؟ سنذهب كلانا لنتأكد من الأشباح التي تقول إنك سمعتها. لست أنا الذي يقول، وإنما ويلي. لنذهب يا ريتشارد ونتأكد من أشباح السيد ويلي قبل أن تهرب. لا يهم، اضحكا كما تشاءان، لنذهب قبل أن أمرض بسبب هذا البرد الشديد. هيا هيا لنذهب. رغم مضي أكثر من ساعتين على بداية الحفر في الحائط، إلا أن الدق ما زال متواصلا برتابة مزعجة. وصل جورج مع الشرطيين إلى المنزل، حيث استقبلته زوجته بسيل من الأسئلة عن سبب تأخره كل هذا الوقت. لما تأخرت؟ لقد قلقت عليك. لقد أخرني هذان الشرطيان لأنهما اختلفا حول من سيرافقني ومن سيبقى في الشارع. ولماذا يبقى في الشارع؟ وما أدراني أنا، إنها الأوامر كما يقولون. حسنا حسنا أيها الشرطيان، ماذا ستفعلان؟ أين صاحب المنزل السيد ويلي؟ المسكين لقد تعب من الانتظار فذهب لينام. هل توقف الدق أم ما زال مستمرا؟ لقد توقف منذ حوالي نصف ساعة. إذن فقد هربت الأشباح بعد أن علمت بقدومنا. إنها ليست أشباح أيها الشرطي، إنها أصوات حفر في الحائط. لكننا لا نسمع شيئا يا سيدتي، مما يعني ما هذا؟ يبدو أنهم كانوا في استراحة وعادوا إلى العمل. أنصتوا لنسمع لنسمع. إنه صوت حفر بالفعل. نعم. ماذا عن الصوت الآخر؟ يبدو يبدو لي أنهم يحفرون برفق ليزيحوا طوب الحائط واحدة بعد الأخرى. اسمع، إنها عملية سرقة دون شك. ماذا ستفعلان؟ لن نستطيع أن نفعل شيئا وحدنا، سنذهب إلى مركز الشرطة طلبا للمساعدة. اذهب أنت وسأبقى أنا هنا للمراقبة. اذهب اذهب. حسنا، لا تحاول أن تفعل شيئا لحين عودتي. لن أغيب طويلا. استمع رئيس الشرطة لتقرير الشرطي
والتر وأخذه على محمل الجلد، فأمر ثلاثة من رجال الشرطة بمرافقته والتأكد من صحة الخبر. لماذا تأخرت؟ لم يكن رئيس الشرطة مقتنعا بالشكوك التي أبديتها له حول عملية السطو المحتملة، لكنه اقتنع في النهاية وأرسل معي ثلاثة من رجال الشرطة للمساعدة. لكن الصوت ما زال مستمرا، مما يعني أنها ليست شكوكا وإنما حقيقة. إني أسمع الصوت. نعم، وأغلب الظن أنهم على وشك الانتهاء. سوف نقوم بتنظيم عملية المداهمة قبل أن يشعروا بوجودنا. وولتر، وولتر، أغلب الظن أنهم مسلحون ونحن لا نحمل أسلحة. أعرف هذا، لكننا سنقوم بواجبنا كرجال الشرطة. ابق هنا لأنني سأخرج لتنظيم عملية المداهمة مع بقية رجال الشرطة. من المعروف والمشهور أن الشرطة البريطانية تحمل هراوة صغيرة أثناء قيامها بدورياتها الأمنية ولا تحمل أسلحة نارية، بحجة أن الشرطة في خدمة الشعب وليست جهازا قمعيا. مع نهاية عهد الملكة فيكتوريا وتحت حكم خليفتها الملك إدوارد السابع، كانت الإمبراطورية البريطانية تحكم ربع مساحة العالم، ومع الشعور بأن الإمبراطورية بلغت القمة في القوة والتقدم والازدهار، واعتبار لندن مدينة الصناعة الأولى في العالم، جذب إليها المهاجرين من جميع الأعراق والأجناس. أين ويلي وجورج؟ لقد تعبا من الانتظار فدخلا ليناما. ماذا ستفعل؟ رجعت ومعي قوة من رجال الشرطة لمنع السرقة والقبض على اللصوص. أتمنى أن تفعلوا ذلك، لقد اشتد البرد. سوف أعد لكما شرابا ساخنا يدفئكما. ريتشارد، علي أن أذهب للتشاور مع رجال الشرطة المرابطين في الخارج. لا يوجد ما أفعله هنا. سآتي معك. مع اشتداد برودة الجو بدأ الرجال ينفخون بين أيديهم وينفضون سيقانهم التماسا لشيء من الدفء. ماذا الآن يا وولتر؟ يبدو أنهم على وشك الانتهاء من الحفر. هل تعرف المكان الذي يتم فيه الحفر؟ كما علمت من المستأجر لابد وأنه في المنزل رقم 11، لأنه ملاصق لحائط محل المجوهرات. ماذا ننتظر؟ لنداهم المنزل رقم 11 ونقبض على من فيه. إننا لا نحمل أمر قبض. حسب التعليمات علينا أن نطرق الباب ونسألهم عن الضجة التي تصدر من داخل المنزل. وماذا إن قالوا إنها لا تصدر من منزلهم؟ في هذه الحالة يحق لنا أن نطلب منهم أن يسمحوا لنا بالنظر داخل المنزل للتأكد. اترك الأمر لي، أنا من سيدق الباب. اتفقنا، سنكون خلفك فيما لو حاول أحد القيام بعمل طائش. ماذا تعني بعمل طائش؟ عمل طائش يعني عملا طائشا. انتظر، أنا من سيدق الباب. ماذا؟ سيدي لو سمحت نحن. لقد خاف وأغلق الباب. دق ثانية يا بنتلي. سيدي افتح الباب لو سمحت. الباب ليس مغلقا. ادفعه وسندخل خلفك. هيا. سيدي نحن من الشرطة، لقد اشتكى الجيران من صدور أصوات مزعجة من منزلكم،
اسمحوا لنا بالتفتيش من فضلكم. لا أحد يفتش منزلنا أيها الحمقى. لقد أصبت. ماذا يحدث؟ يا الشرطة اهربوا إلى الشارع، اهربوا. يا إلهي كيف سنهرب؟ من أين؟ الباب الخلفي يوصلكم إلى الحديقة ومنها إلى الشارع. اذهبوا اذهبوا بسرعة. عند دخول رجال الشرطة إلى المنزل فوجئوا بإطلاق النار، فأصيب ثلاثة منهم وسقطوا وهم يتألمون، لكن بنتلي مات مع اثنين من رجال الشرطة. وخرج رجال العصابة إلى الشارع وهم يطلقون النار بشكل عشوائي. لقد هربوا في هذا الاتجاه، اطلبوا المساعدة من مركز الشرطة على الفور. رأيتهم يدخلون إلى ذلك الشارع الجانبي وكانوا يحملون رجلا سكران. إنه ليس سكران، لابد أنه أصيب أثناء إطلاق النار. لكنكم لا تحملون أسلحة، فكيف أصيب؟ أصابه أحد زملائه عن طريق الخطأ. هل تحمل سلاحا؟ بالطبع، فأنا أحمل مسدسا بشكل دائم. أعطني إياه. تفضل، اذهب إلى مركز الشرطة لطلب النجدة. هيا هيا بسرعة هيا. كانت الشرطة لا تحمل أسلحة، لكن ثلث الأهالي على الأقل يملكون أسلحة. واختفى رجال العصابة، ولم تتمكن الشرطة من اللحاق بهم أو المكان الذي لجأوا إليه بهذه السرعة. من فضلك، هل أستطيع مقابلة المفتش المسؤول؟ أنا المفتش المسؤول، أي خدمة؟ سيدي المفتش، أنا طبيب وأعيش في هذا العنوان المذكور على بطاقتي. وايت شابل. نعم يا سيدي، وايت شابل. إنه حي فقير وسكانه فقراء، لكنني أعمل على مساعدتهم قدر الإمكان. حسنا أيها الطبيب، حسنا، كيف أخدمك؟ سيدي، لقد اتصلت بي امرأة تطلب مساعدتها بعلاج رجل أصيب بطلق ناري. وبعد أن سجلت العنوان سألتها كيف أصيب بالطلق الناري، إلا أنها أخلقت الهاتف ولم تخبرني. ثم ماذا أيها الطبيب؟ بعد الأخبار التي سمعناها عما حدث بالأمس، ربما كان الرجل المصاب أحد أفراد العصابة. أحسنت بالقدوم إلينا أيها الطبيب. انتظر لحظة. أرجوك. انتظر. يا سيدي أيها سيدي أيها المفتش. أيها الطبيب. نعم. هذا هو الضابط والتر الذي كان يشرف على عملية المداهمة ليلة الأمس. أهلا بك يا سيدي الطبيب، معك حق. قد يكون الرجل المصاب أحد أفراد العصابة. أين العنوان؟ ليس بعيدا عن عنواني في وايت شابل. حسنا، إذن سنذهب مع قوة من الشرطة إلى العنوان الذي ذكرته المرأة لتدخل أنت وتعالج الرجل. وماذا عنكم؟ هل ستداهمون المنزل وأنا داخلة؟ لا لا لا، سننتظر إلى أن تخرج وتشير إلينا، عندها سندخل ونقبض عليه وعلى المرأة. دخل الطبيب إلى المنزل، ولم يغب الطبيب طويلا إذ خرج وأشار إليهم بالاقتراب. ماذا حدث أيها الطبيب؟ وجدت الرجل ميتا. ماذا؟ ميتا؟ نعم ميتا، ولا يوجد أحد في المنزل. هل أنت متأكد أنه لا يوجد أحد في المنزل؟ لا لست متأكدا، معني أني لم أرى أحدا قرب جثة الرجل. أحسنت أيها الطبيب، ابقى في الخارج من فضلك حتى نتأكد من خلو المنزل. بحذر شديد دخل رجال الشرطة إلى المنزل. كان الوضع هادئا وبدا المنزل خاليا من السكان، فأمر والتر أحد رجال الشرطة تبليغ رئيس الشرطة بموت الرجل ويطلب منه إرسال الطبيب الشرعي.
أسمع صوت امرأة تبكي. إنه من هنا، من هذه الغرفة. نعم نعم، لنفتح الباب بهدوء. لا تطلق النار أرجوك، لا تطلق النار. لا 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 لا، لا تخافي، هل أنت وحدك؟ أنا وحدي، لا تطلق النار أرجوك. لا تخافي، لا تخافي، لن أطلق النار، لا تخافي. لا تطلق النار أرجوك، أنا لم أفعل شيئا، لا تطلق النار. كان عليه أن ينتظر حتى تتمالك المرأة نفسها ليعرف منها شخصية الرجل الميت وعلاقتها به، وكيف وصل إلى منزلها، وإلى أين هرب من أوصلوه، ولماذا تركوه. قلت لك لا تخافي، نحن من رجال الشرطة، لا تخافي، ستكونين بخير. أعرف، أعرف أنكم من رجال الشرطة، لا ذنب لي بما حدث، لم أكن أعرف. لا تخافي، لا تخافي، ما اسمك؟ اسمي سارة، وأعمل خياطة. من هذا الرجل الميت؟ ها؟ ما اسمه؟ كانوا ينادونه باسم جاردي. جاردي فقط؟ نعم، هكذا كانوا ينادونه، جاردي. وما علاقتك به؟ لا علاقة لي به، ولا أعرفه. أحضرته ليلة الأمس صديقة لي اسمها لونا، وطلبت مني أن أبقيه هنا إلى أن يحضروا له طبيبا، ولكنها لم تعد. وأين تسكن صديقتك لونا؟ لا أعرف، لا أعرف أين تسكن، لكنها تعمل في النادي الاجتماعي في شارع سيدني. اكتفى وولتر بما سمعه من المرأة، وأمر رجال الشرطة بمتابعة تفتيش المنزل بانتظار وصول الطبيب الشرعي، وغادر بعد أن قام بتفتيش جيوب الرجل الميت. من بطاقة العضوية التي وجدناها في جيب الرجل تعرفنا عليه، إنه هارب من الشرطة الروسية بتهمة سرقة وتحريض، كما وأنه مطلوب للشرطة الألمانية بقضية اقتحام بنك وسرقته بالقوة. بطاقة العضوية تثبت انتسابه للنادي الاجتماعي في شارع سيدني، وأغلب الظن أن الذين كانوا معه أعضاء في نفس النادي. المعلومات التي جمعناها عنه وعن زملائه في النادي تشير إلى علاقته بحادثة توتنهام التي وقعت العام الماضي، وقتل فيها رجل شرطة وصبي في العاشرة، وأصيب أكثر من 20 شخصا إصابات مختلفة. لقد قام الطبيب الشرعي بتجميل وجهه، ونشرنا صورته في الصحف بانتظار أن نتعرف عليه أحد. تفضل. سيد المفتش، يوجد رجل يطلب مقابلتك. دعه ينتظر إلى أن ننتهي من الاجتماع. سيدي يقول إن لديه معلومات عن صاحب الصورة المنشورة في الصحف. أدخله في الحال، في الحال. أخبرهم الرجل أن صاحب الصورة التي نشرتها الصحف كان يقيم في إحدى شقق بنايته في منطقة وستند، وأنه اختفى منذ حادثة إطلاق النار إلى أن رأى صورته في الصحف. لقد مضى أكثر من 2 أسبوع ونحن لم نعثر على المجرمين الذين قتلوا 3 من رجال الشرطة وأصابوا عددا من الأهالي. والصحافة، الصحافة تهاجمنا وتهاجم وزير الداخلية بقسوة. ما زلنا نبذل جهودنا للوصول إليهم يا سيدي، لكنهم لم يتركوا أثرا، لقد اختفوا.
ماذا عن مراقبة أعضاء النادي؟ إنهم جميعا تحت المراقبة لكن لا شيء حتى الآن. سيدي تفضل أيها الشرطي. يوجد رجل يطلب مقابلة المفتش المسؤول. لعله صاحب بناية جاء يخبرنا بمعلومة. إنه صاحب بناية بالفعل. وقال إن لديه معلومات هامة حول حادث السرقة. ماذا؟ ماذا تنتظر إذن؟ أدخله بسرعة. حسنا حسنا. هيا أيها الشرطي هيا. يا سيدي تفضل. سيدي المفتش. أهلا بك. تفضل تفضل يا سيدي بالجلوس. أرجوك أخبرني ما هي المعلومة التي لديك. سيدي أنا أملك بناية في منطقة ويستند وأقيم في نفس البناية، فأنا يا سيدي. سيدي أرجوك ما هي المعلومة التي تعرفها عن حادثة السرقة؟ لا أعرف شيئا عن حادث السرقة يا سيدي المفتش، لكن امرأة تستأجر غرفة في البناية جاءت ليلة الحادث في وقت متأخر ومعها رجلان ولم يخرجا من الغرفة طوال هذه المدة. تعني أنهما لم يخرجا من الغرفة لمدة أسبوعين؟ نعم يا سيدي لم يخرجا من الغرفة لمدة أسبوعين، وهذا ما لفت نظري، فأنا أقيم في نفس البناية وتهمني سلامتي وسلامة باقي السكان. ما اسم المرأة؟ اسمها لونا يا سيدي، وتعمل نادلة في النادي الاجتماعي في شارع سيدني. أعرف المرأة يا سيدي المفتش، إنها بالفعل تعمل نادلة في النادي. لابد وأن الرجلين مختبئين في غرفتها. اهتم المفتش بالمعلومة التي جاءت وقام بالترتيبات اللازمة للمداهمة مع ضمان أقصى درجات الأمن للسكان ورجال الشرطة، وبموافقة وزير الداخلية تم إعداد 200 شرطي بعضهم مسلح بالبنادق لفرض الحصار على البناية والقبض على المجرمين. لونا ماذا يحدث في الخارج؟ لم يعد لدي صبر، أريد أن أخرج. اهدأ اهدأ يا رجل، علينا أن نبقى هادئين إلى أن يتوقف البحث عنا. ما زالت الصحف تنشر أخبار الحادثة وتهاجم الشرطة وتتهمها بالتقاعس والإهمال. اصبروا إلى أن تهدأ. وهل تظنين أنها ستهدأ؟ لابد وأنها ستهدأ، سوف يطرأ شيء ما يشغل الناس فيلتهون بالجديد وينسون القديم. هكذا الناس دائما. هذه فلسفة لا نعرفها. اسمعني جيدا، أنا على اتصال بهم لترتيب خروجكم من البلاد بأسرع وقت ممكن. الزموا الهدوء أرجوكم لحين وصول تعليمات جديدة بشأنكم. ماذا يقولون عنها في النادي؟ لا يقولون شيئا، لقد تم حظر الكلام حول الموضوع، الجميع ملتزمون بهذا. لا ندري إن كان بيننا جواسيس ينقلون أخبارنا إلى الشرطة، لذلك اهدأوا ولا تنفعلوا ولا تفتعلوا ما يلفت الانتباه. في مساء الثاني من شهر يناير عام 1911 قام 200 شرطي مسلح بالمسدسات والبنادق بتطويق المبنى والتمركز على أسطح المباني المجاورة بعد أن قاموا بإخلائها من السكان. ومع طلوع نهار اليوم التالي 3 من شهر يناير كان الطوق قد اكتمل والشرطة على استعداد لبدء المداهمة. سيدي المفتش نحن جاهزون للمداهمة. دعنا ننادي عليهم أولا وندعوهم للاستسلام. حسنا أعرف الزاوية الآمنة التي تقف فيها بحيث يسمعونك. أين هي هذه؟ نعم حسنا هنا سيدي. أنتم يا من تقيمون في البناية رقم 100، البناية محاصرة لا مجال للهرب، اخرجوا وأيديكم مرفوعة فوق رؤوسكم ولا تحاولوا المقاومة. ردت الشرطة على النار بالمثل، لكن سلاح الشرطة لم يكن بكفاءة السلاح الذي تستعمله لونا ومن معها، مما جعل رئيس الشرطة
يطلب مساندة الجيش لتكون المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي تطلب فيها الشرطة مساندة الجيش في حصار مسلح. سيدي المفتش، لقد وافق وزير الداخلية على إرسال مفرزة مسلحة بالبنادق مع مركبات مدرعة. سوف يتحول المكان إلى ساحة حرب. حسنا، أبعد الفضوليين عن الشارع حتى لا يصابوا بالأذى. سيدي، لقد وصل وزير الداخلية بنفسه. استمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين لعدة ساعات، أصيب فيها عدد من رجال الشرطة بإصابات مختلفة. وفي الساعة الواحدة ظهرا بعد مرور 6 ساعات على بدء القتال، وعندما كان قائد الشرطة على وشك إعطاء الأمر بقصف المبنى بالمدفعية، ظهرت سحب دخان كثيفة تشي بنشوب حريق في المبنى، فمنعت الشرطة رجال المطافئ من إطفاء الحريق إلى أن احترق المبنى بالكامل وسقط على من فيه، لينتهي بذلك أكبر حصار عرفته شرطة لندن، وانتهى نهاية مأساوية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات يوسف عساف وخالد المفيدي.